أوكرانيا، من يحمي من؟ سؤال سجالي يدور في كواليس العلاقات الأوكرانية الأوروبية. الرئيس زيلينسكي يشارك الأوروبيين قمتهم في إسبانيا ويكشف أن روسيا تستعد لسيناريوهات عدوانية تطال دولا في القارة الأوروبية. تصريحات تأتي في إطار محاولات كييف إبقاء الزخم قائما لمساعدتها العسكرية باعتبار أنها تشكل خط دفاع أساسي أمام طموح التوسع الروسي. فهل باتت الحرب بين أوكرانيا وروسيا ضرورية لضمان أمن أوروبا؟ وكيف تستفيد أوكرانيا من المخاوف الأوروبية لإبقاء هجومها وتأمين الدعم؟ نناقش الموضوع مباشرة من كييف مع الخبير في الشؤون العسكرية والسياسية سيرغي شابوفالوف. مرحبا بك معنا سيد سيرغي. بداية، فعلا هذا بات سؤال المرحلة، من يحمي من؟ هل أوكرانيا هي التي تحمي أوروبا أم أوروبا التي تحمي أوكرانيا؟ Good evening. مساء الخير، شكرا جزيلا على هذه الدعوة. أعتقد أن الجواب هو الاثنان صحيحان، أوكرانيا تحمي أوروبا وأوروبا تحمي أوكرانيا، لأن روسيا انتهكت القانون الدولي واستخدمت القوة العسكرية لحل ما تسميه مشكلات، واستولت على أراضي دولة جارة. والدول الأوروبية مثل لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وفنلندا وبولندا، هذه الدول قريبة من الحدود الروسية وتعرف أنها قد تكون التالية إذا فشلت أوكرانيا في صد العدوان الروسي. إذا نجحت روسيا ستكون خطوتها التالية استهداف الدول الأخرى الجارة، ولهذا فإن ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ودول جارة أخرى تدعم أوكرانيا بشكل أكبر. وإذا نظرنا إلى الأرقام، أرقام المساعدات العسكرية من هذه الدول تناسبا مع نفقاتها العسكرية، سنجد أن هذه أكثر الدول دعما لأوكرانيا. بالتأكيد أوكرانيا تسهم بدورها في تحقيق أمن أوروبا عبر الثمن الأبهض، وهو أرواح مواطنين المدنيين والعسكريين، غير أن الدول الأوروبية تساعد أوكرانيا في هذا الصراع من أجل أن نضمن سيادتنا وكذلك نحمي أمن أوروبا. نعم، ولكن سيرغي، الأوروبيون مضغوطون، يعني هناك تبعات اقتصادية وتكلفة كبيرة جدا، فكيف يمكن ضمان استمرار الدعم الأوروبي، خاصة مع ما سمعناه من الرئيس بوتين الليلة الذي قال بأن أوكرانيا لن تعيش سوى أسبوع إذا ما توقف الدعم عنها؟ بوتين لا يعرف ما كان ليحدث. هو كان يتوقع أن يستولي على كامل أوكرانيا في أسبوع أو أكثر، لكن ذلك لم يحدث. وبالتالي فإن توقعاته فيما يخص ما قد يحدث في أوروبا أو في أوكرانيا هي خاطئة، وكانت خاطئة. وبالنسبة للمصاعب الاقتصادية، هناك بعض التحديات في مسألة تصنيع الأسلحة والمدفعية وكذلك ذخائر الدبابات وغير ذلك، لأن هذه الحرب هي أكبر حرب في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وربما ليس في أوروبا فقط وإنما في العالم برمته، لأن هناك الكثير من الموارد تستهلك، والأوروبيون لم يكونوا مستعدين لحرب بهذا
هذا المستوى ويستهلك فيها هذا الكم الكبير من الأسلحة والذخائر. وفي هذا الصدد النخبة الأوكرانية والنخبة الأوروبية وذلك يشمل القادة السياسيين والعسكريين يبحثون سبل تكثيف إنتاج الأسلحة. وحديثا سمعنا في مؤتمر في كييف ذلك، وإذا تحدثنا عن الخسائر الاقتصادية بطبيعة الحال كان ذلك طبيعيا، وتلك الخسائر كانت متوقعة لأن الأوروبيين إذا أرادوا أن يتفادوا الخسائر الاقتصادية ويسمحوا لروسيا أن تبسط سيطرتها على كل أوكرانيا، كما قلت فإن دولا أخرى مثل إستونيا ولاتفيا وأخرى ستكون التالية كدول تعاني الغزو الروسي. الآن الدول الأوروبية مضطرة إلى الاستثمار في أمنها، وطبعا هذا سيكون على شكل مواصلة دعم أوكرانيا، هذا ضروري. بدون هذا الاستثمار في أمن أوروبا عبر أوكرانيا سيعاني الأوروبيون أكثر اقتصاديا وأمنيا في المستقبل. نعم، لكن سيرجي، ما حصل في سلوفاكيا مثلا، حزب معارض لتسليح أوكرانيا واستمرار دعم تسليح أوكرانيا فاز في الانتخابات وسيشكل الحكومة، ألا تخشون أن يتكرر سيناريو سلوفاكيا في دول أوروبية أخرى مع تعالي الأصوات التي تنادي بإيقاف الدعم عن أوكرانيا، لأن إيقاف الدعم هو الذي سينهي هذه الحرب؟ في بلدان أوروبية عديدة هناك أحزاب شعبوية، وروسيا ستشجع دائما مثل هذه الأحزاب الشعبوية، وكذلك ستسعى إلى محاولة هذه الأحزاب للفوز بالانتخابات التي تنظم في بلدانهم. ولذلك فإن النخبة السلوفاكية والنخبة الهنغارية السياسية هؤلاء يشقون صف الوحدة الأوروبية ويوالون روسيا، ولذلك هذا سيجرئ روسيا أكثر، ولهذا نحتاج أن نسلك اتجاهين. أولا بالنسبة لأوكرانيا يجب أن تعتاد على الاعتماد على نفسها أكثر وتطور صناعتها للأسلحة، وكان لدينا بعض قصص النجاح في هذا المجال. حاليا على سبيل المثال أوكرانيا تصنع صواريخ كروز بنفسها. ثانيا على أوكرانيا أن تطور علاقاتها الثنائية مع الحكومات الأجنبية بشكل عام، لأنه وكما قلت في هذه العلاقات مع الاتحاد الأوروبي نحن نتعامل مع تكتل أوروبي واحد، ولكن هناك بعض النخب السياسية مثل النخبة الهنغارية وسلوفاكيا قد تشق وحدة أوروبا في مسألة دعم أوكرانيا. نعم، ولكن سيرجي، يعني حسب معهد كيل للاقتصاد العالمي حتى الولايات المتحدة، يعني وهي أكبر داعم لأوكرانيا، حسب معهد كيل أكثر من 75 مليار دولار من المساعدات قدمتها واشنطن وإدارة جو بايدن بالتحديد لأوكرانيا منذ بداية الحرب في فبراير شباط 2022. ولكن حتى أمريكا أكبر داعم لأوكرانيا الآن لديها مشاكل ولديها خلاف كبير بين الجمهوريين والديمقراطيين حول استمرار هذا الدعم لأوكرانيا، فما الذي تتوقعونه من الحليف الأكبر؟ بصراحة لا أرى أي مشكلة كبيرة في هذا الصدد باستثناء
إكراهات إغلاق الجهات الحكومية الاتحادية. عدا ذلك الأمور على حالها. زيلينسكي كان قد سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتقى ممثلين عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، وكلا الطيفين أعرب عن دعمهما العسكري والسياسي لأوكرانيا. وكذلك بايدن تحدث عن دعمه المستمر لأوكرانيا، وكانت هناك بعض الطمأنات بأنه حتى لو حدث هناك إغلاق في الحكومة الاتحادية لن يدر ذلك مسألة دعم أمريكا لأوكرانيا. وأعتقد أن هذا يصب في مصلحة الولايات المتحدة، لأن روسيا تعد تهديدا للنظام العالمي وخصوصا العلاقات الدولية بشكل عام، لأن روسيا تستخدم القوى العسكرية ضد دول أخرى، وهذا يعد انتهاكا صريحا لمبادئ الأمم المتحدة التي تحظر. شكرا جزيلا لك الخبير في الشؤون العسكرية والسياسية سيرغي شابوفالوف على انضمامك إلينا مباشرة من كييف في غرفة أخبار الليلة.